بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم: التجاذبات السياسية في الساحة التونسية، كيف تؤثر الانقسامات في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن التونسي، مع نقيب الصحفيين في تونس محمد ياسين الجلاصي. بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.